اليوم جيت نفاليدي لهنا لي شوا اللي درتهم بون خيرت كانوا لقيت عطاولي دي كات شوا اليوم جيت نفاليديهم خليت جي سواج مع الاول درت ميديسين جي 17 دو موان بون فاليديتهم وراني نستنى ان شاء الله لو 31 عاود نولي لهنا باش نشوف وين بعثوني. من الافضل انا حبيت يضيفوا افضل لانه سته ما تكفيش وماشي مؤكد باش يقبلوك كونك دير الاولى الطب من بعد ما يقبلوكش فيها يخيروك في الثانيه وما تعرفش شكون تحب الاولى طب ولا الثانيه صيدله تلقى صعوبات في الاختيار. اليوم هو اخر يوم من التاكيد الذي يقوم به الطالب ويصحح اختياراته في التخصص الذي او التخصصات التي يريدها. وهو اخر يوم الايام القادمه وهي للطعون عندما تظهر نتائج توجيهات فامام الطالب ان يقوم بالطعون او الطعن اذا لم يلب له اختيار من الاختيارات التي حددها هو. اذا لم يرتضي بالتوجيه يقوم بالطعن آليا عن طريق الانترنت. آخر مرحلة بالنسبة للطالب الحاصل على البكالوريا بعد ما مر على هذه المرحلة كلها وهي أن يقوم بالتسجيل في المكان أو التخصص أو الجامعة أو الكلية التي حددها ليني وتبدأ من يوم 4 إلى 9 سبتمبر أوت من 4 أوت إلى 9 أوت وهي آخر مرحلة بالنسبة لطالبة البكالوريا 2016.